عم ساوي لها شاي بالأعشاب، بركي بترتاح شوي. عم تضل تفكر وما عم توقف بكي، أكيد عم تتذكر حكمة بيك وتفتقت جروحة. الله يعينها ويصبرها. إن شاء الله بنتي إن شاء الله. جبتي مكونات الحلاوة بطحينة؟ إيه جبتهم. رح أخذ لها الشاي وأرجع ساعدك بنتي. أنا بتكفل بكل شي، أنتي شكلك تعبانة، روحي وارتاحي شوي. أصلاً بس يبلش العزا البيت رح ينعجق كتير. هو أنتي كمان تعبانة مثلي بنتي. لا تشتغلي لحالك، راجعة. لا تشغلي بالك فيني، اسمعي مني، روحي وارتاحي، ماني تعبانة كتير. الست قدرية تشرب هالخلطة دائما كل يوم وبنفس الوقت. لا تتركي أمير بنتي. شو ما صار معكن أصحك تطلقي منه، وعديني. كيف بدي خبره؟ كيف الليلة جنية؟ شو كنتي بدك تخبري؟ يجيت عم يسألك. ما في شي، كنت عم بحكي مع حالي، ما في شي مهم. نحن جوعانين بدنا ناكل، وبعدين بدنا ناكل أكلة حلو. أنا مو جوعان بس مشان يجيت. طيب قعدوا لك، أنا هلأ بحضر لكم أكل. امتى الاكل؟ انا بلشت جوع كتير. صبر شوي ابني. تفضل يجي. صحتين وهنا. صحة وهنا. اذا ما عجبك الاكل قلتلك ماني جوعان. يسلم. انا باكل حصتك. ماشي طيب، روح كول وانت عم تتفرج على التلفزيون، وانا بلحقك بعد شوي. عن جد بابا؟ طيب ماشي، فايت اتفرج واكل. يسلموا ايديك جنية. صحة يجي. انتي في شي مانك مخبرتيني اياه؟ لا تتركي امير بنتي. شو ما صار معكن اصحك تطلقي منه، وعديني. شي بخص عمتي قدريه. ليكي عمتي كانت حاسة حالها رح تموت، وإنه أيامها معدودة، وودعتنا كلنا. هي قالت لك شي؟ جاوبيني، قالت لك شي قبل ما تموت؟ بصراحة اتركيهم لتجرحي ايديكي. قلتلك اتركيهم، اتركيهم. بابا اجا جدو حسن لعنا. صحتين على قلبك حاج حسن. عن روح الست قدرية الله يرحمها. امين. نحنا عملنا كل الشغلات اللازمة مشان العزاء، في شي تاني لازم نعمله كمان؟ بتنصحنا بشي؟ شو نعمل؟
تدعوا لها، تدعوا لها وتدعوا لها. من هلأ ورايح أحسن شي بتعملوا للمرحومة إنكم تدعوا لها وتتصدقوا عن روحها كمان، هذا بفيدها. وغير هيك إذا كان عنده شي وصية أو طلب من الأفضل أنه يتنفذ بأسرع وقت وما تطولوا فيه. هاي نصيحتي. شكراً. طلق هالبنت ابني وتزوجته لهاي مشانك ومشان عيلتك، تزوجته لهاي. لا تتركي أمير بنتي، شو ما صار معكن أصحك تطلقي منه، وعديني. آمين. والصلاة أولاً على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين، والرحمة لجميع أمواتنا المسلمين والمسلمات أجمعين. اللهم تغمدهم برحمتك واجعلهم في جنات النعيم يا رب العالمين. يا رب ارحم الست قدرية واغفر لها خطاياها واجعلها في رياض العليين يا رب، وانزل الصبر والسكينة على ذويها ومحبيها. الفاتحة. عظم الله أجركم. الله يرحمه إن شاء الله. ربي يغفر له ويرحمه. تعيش.